كريغ، من هم المسؤولين في رأيك بجانب إسرائيل عن هذه المذابح التي تحدث في غزة؟ نحن نعرف بالفعل من هم المسؤولون من داخل إسرائيل في بداية الأمر. يجب أن يكونوا حازمين في مواقفهم من البداية. يجب أن نبحث داخل ملفات وأرشيف الحكومة الإسرائيلية منذ عقود، وهذا الأمر ما نراه بشكل شائع. فهذه الإبادة لا يمكن أن يكون عقابا جماعيا لكل أهل غزة، ولا يجب أن يكون العقاب بناء على اختلاف اللغة أو اختلاف العرق وكأنهم حيوانات. وهذا ما أقرته الولايات المتحدة مؤخرا، أن العقاب لا يمكن أن يكون جماعيا ليشمل الأطفال والنساء والمسنين. فبالتالي هؤلاء هم أول الناس المدانون في هذه الحادثة. وأعتقد على المجتمع الدولي أي دولة تدعم أي قوة من مشاركة في هذا الصراع من الناحية المادية، من ناحية التسليح، أعتقد أنها مشاركة. وأعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون واضحة تجاه أو إزاء هذا الأمر. وأعتقد أن المسؤولون يجب أن يعرضوا للمحاكمة بعد انتهاء هذا الأمر.